تعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تيليجرام يتم اتصال برقمك. قم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول الى اسفل والضغط هنا على تيليجرام خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري، بعدها سوف نقوم مع الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب الى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تيليجرام خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيليجرام. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة.